إذا فكرة ستار دلتا كونكشن إنه عندي المحرك بيجي أصلاً طالع منه ست أسلاك. هاي دوت كونفنشن راح نسمي هاي U1 U2 V1 V2 W1 W2 بكون طالع عندي ست أسلاك. معظم المحركات راح يكون طالع منه ثلاث أسلاك. معظم المحركات التجارية إذا بتجي بتطلع عليها راح تلاقي طالع منها ثلاث أسلاك وستار بوينت مخفية في النص النهاية إذا كانه ستار كونكت. هلا راح نفترض إنه هذا المحرك ريتد فور دلتا كونكشن. إذا هذا يعني الريتنج تبعته هو لدلتا، فإذا شبكته على ستار، إذا وصلت هذا المحرك على ستار، طبعا إذا وصلته على ستار بدي أحط هذه هون وهذه هون وهذه هون. هذا مهم. الدوت بتحكي لي وين اتجاه الفلوكس لما بكون الكرنت بوزيتيف، فلازم انتبه على الدوت هاي مهمة. إذا عكست واحدة من الدوت راح يختلف كل شيء في داخل المحرك من ناحية الفلوكس. هاي ستار كونكشن، فإذا ستار كونكشن شبكت هذا على ستار كونكشن صار عندي في لاين، وهون ايش صار عندي؟ في فيز. ففي فيز بيساوي 1 على جذر 3 كماجنتيود في لاين. فأنا نزلت الفولتج لثلث الفولتج، ونزلت التورك، عفوا نزلت الفولتج لواحد على جذر 3 من الفولتج، وراح انزل التورك لثلث. إذا التورك يعني هذا هون فيز اللي هو نفسه ستار، وهذا هون نفسه دلتا، فبصير عندي التي تبع ستار بيساوي 1 على 3 من التي تبع دلتا، لأنه في بتناسب مع أو تي بتناسب مع مربع الفولتج. يعني إذا في البداية بشبك هذا السيستم على شكل بهذا الشكل كستار كونكشن، وبقدر أعمل هيك لأنه هذول الأسلاك متوفرين عندي، السلك هاد والسلك هاد والسلك هاد متوفرين عندي، فبشبك هذول الثلاثة هون وبحط هون R. إذا كان هذا هون U1 وهي U2، V1 وهي V2، W1 وهي W2، بشبك هذول الثلاثة كلهم مع بعض، وبعدين بحط هون R و S و T. فلما بحط هون R و S و T بصير عندي ستار كونكشن، فبنزل الفولتج لواحد على جذر 3 من الفولتج. فإذا رسمنا الآن سبيد تور كيرف، سبيد تور كيرف راح ينزل لواحد على 3 من قيمته الأصلية. الفريكونسي ما بتتغير، فالسينكرون سبيد ما بتتغير، مزبوط؟ هذا بنزل من هون تقريبا لثلث القيمة، فهاي بتكون 1 على 3 من 1 من هون. هذا التورك وهذا سبيد، هاي الدلتا وهاي ستار. والهدف طبعا خسرت انا التورك طبعا، فبصير عندي سمولر سمولر ستارتنج تورك، وهي واحدة من الديس ادفانتجز تبعت هذا السيستم. هلا اذا بدي اشبك دلتا كيف لازم اعمل؟ لازم اخذ U1 U2 وبعدين U2 راح اشبكها مع V1 و W1 راح اشبكها مع V2 بهذا الشكل. اذا بدي اشبك هذا المحرك كدلتا لازم نشبكه بهذا الشكل، ناخذ هي U1 وهي U2 وهي الدوت، بعدين بشبك هون V1 و V2 هاي الدوت، وبعدين نشبك هون W1 W2 وهي الدوت. وهلا بيجي عندي هون هاي S، هاي عفوا R S T. هاي وصلت الدلتا، هاي وصلت الستار. لاحظوا طبعا هون لازم الدوت تلحقها دوت تلحقها دوت بهذا الترتيب، لازم يكون U بعدين V، ففي كانه عماله بيلحق يو حتى يجي عندي هون ار هون واس هون، وبعدين دبليو عماله بيلحق في. اوكي، فصار عندي هاي الدلتا كونكشن. وزي ما فرجيتكم المره الماضيه اذا نرسم الوايرنج دايجرام، هون عندنا ثري كونتاكترز، بجيب الكويل تبع يو، هاي يو 1
هاي يو 2 وفي 1 هاي دوت هاي في 2 هاي دبليو 1 دبليو 2 ناخذ يو 2 هاي دي دلتا وهاي دي وهاي دي وبعدين عندي كونتاكتر تاني هون كومن كونتاكتر هادي سميها سي 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 وهي ار اس فبتشتغل في البداية سي وبتشتغل ستار وستار كونكشن راح يكون عندي هون هي اس هي اس هلا فيش حاجة للثالثة بس راح احطها على اي حال وهي اس فبتشتغل بالاول السيكونس التايمينج سيكونس بتشتغل الاس كونتاكتر وبعد فترة بتطفي الاس كونتاكتر وبتشتغل دي كونتاكتر والسي كونتاكتر لازم تكون شغالة من البداية السي كونتاكتر بشغلها في البداية بسكروا الثلاثة هذول فبيجيبوا لي 3 فيز عند النقاط هاي بعدين بسكر اس 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 هذول كلهم طبعا ميكانيكلي لينكد فبسكروا الثلاثة كلهم مع بعض لما يسكروا بسكروا ستار بوينت بصير عندي سي 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 اشتغلوا فبكون شبكته في ستار فالفولتج بالحالة هاي بكون واحد اجدر الثلاثة والتورك بكون ثلث التورك بعد فترة زمنية معينة حوالي 7 سكند نطفي ستار ومنشغل الدلتا وبتضل هالكومن كونتاكتر شغالة فبيحول من ستار لدلتا فبتسمع صوت المحرك تحول من ستار لدلتا طبعا مشكلته ستارتنج تورك تبعه ضعيف فعادة بنشغل عادة اوف لود